فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في تعيين الأضحية في أول عشر ذي الحجة هل يشمله التحريم المذكور في الآية فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم؟ لا، تعيين الأضحية شيء طيب لله، تعيين لله عز وجل، هو للأصنام ولا للشرك، إنما هو لله عز وجل. نعم.